أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي إكسترا نيوز. في ضوء التنامي الملحوظ في العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة المصرية الفرنسية التي تكتسب زخما مع الوقت في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، نتعرف أكثر على آخر مستجدات العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المشترك بين مصر وفرنسا مع ضيفي السفير الفرنسي لدى القاهرة السيد مارك باغيتي. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et merci. سيدي السفير صباح الخير وأشكركم على قبول هذا اللقاء. مساء الخير وأهلا بكم في مقر السفارة الفرنسية. عيد سعيد عليكم. أشكرك. في البداية نبدأ بآخر مباحثات لكم مع السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ما هي النتائج لهذه المباحثات التي بدأتموها والتي عملتم على تدعيمها؟ في البداية إنه لشرف كبير لي أن يتم استقبالي بواسطة السيد رئيس الوزراء والذي قابلته من قبل عندما كان في زيارة إلى باريس، وقد تمركزت المباحثات في مجالي الاقتصاد والتنمية وتفعيل ورقة العمل بيننا والاتفاقات الحكومية والتي تضم العديد من المشاريع التي تتمحور في مجال النقل وأيضا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتحدثنا أيضا عن دور الجامعة الفرنسية في مصر. إذن يوجد تقدم مستمر والذي يسمح لنا كثيرا بالتعاون بطريقة وثيقة، ويوجد أيضا فاعل رئيسي في هذه العلاقة ألا وهو الوكالة الفرنسية للتنمية، لأن الوكالة لديها ملف يقترب من 3 مليارات يورو أو أكثر قليلا، وتقدم قروض سنوية بما يقارب 150 مليون يورو إلى مصر لصالح مشاريع دائما ما تحتوي على نقاط هامة وتتطابق مع أهداف التنمية المستدامة ومواضيع المناخ أيضا. وجميع برامج الوكالة تتضمن هذان العنصران، وهذا شيء جيد جدا لأنها تتطابق مع أولويات السلطات المصرية، ونحن متحمسون للعمل على أولويات السلطات المصرية. وفي هذا المجال الاقتصادي وفيما يخص الاقتصاد، ترغب فرنسا في زيارة التبادل التجاري مع مصر، ونتحدث عن التصدير الفرنسي إلى مصر بقيمة 2 مليار يورو تقريبا، وتصدير منتجات مصرية إلى فرنسا بما يقارب 800 مليون يورو سنويا. ما هي الإجراءات والأجندة الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف وأيضا زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر؟ إذن بالفعل يوجد العديد من الوسائل. أولا أن نعمق ما يوجد من قبل، فالشركات الفرنسية موجودة من قبل ولديها عقود، وتأتي بشركات فرعية من فرنسا لتقديم العديد من الخدمات والخامات من خلال عقودها. الطريقة الثانية هي جذب شركات فرنسية جديدة إلى مصر، وهذا دوري الرئيسي، ولكنه أيضا دور زميلي السفير علاء يوسف في باريس، وقد قمنا بتنظيم زيارة لجمعية رجال الأعمال الفرنسيين في مارس الماضي. فهذه الجمعية تضم أكثر من 30 من كبرى الشركات والتي زارت العديد من الوزراء والتقت أيضا بالسيد رئيس الوزراء، والتي تستكشف مجالات جديدة وإمكانية فتح مجالات جديدة للتعاون، والتي توجد بكثرة في مجال النقل ومعالجة المياه والطاقة المتجددة. ثم لدينا أيضا تعاون مع مؤسسة التي نسميها بزنس فرانس، والتي تعتبر فاعل هام لجذب شركات فرنسية للمشاركة معنا هنا، وكانت متواجدة في معرض عن الصحة في أفريقيا، وكان هناك جناح للشركات الفرنسية وأيضا جناح آخر لبزنس فرانس يضم شركات ليس لها أعمال هنا في مصر من قبل والتي نعتمد عليها كثيرا. إذن أعتقد أن الشركات الفرنسية تهتم بمصر منذ زمن طويل، وهذا جزء طبيعي من رؤيتها. وأعتقد أيضا أن مصر من جانبها بفضل حركة التنمية الاقتصادية القوية الحالية هي جاذب لهذه الشركات، والتي ترغب في الاستثمار في الكثير من الدول، وبطريقة ما فهذه منافسة بين الدول، والشركات تقوم بدراسة
دولة تلو الأخرى للبحث عن أفضل فرصة لها، ولنكن منتبهين إلى أربع أشياء هامة. أولاً الإطار القانوني، هل هو كافي؟ ثانياً الضرائب ونظامها، هل هو موائم أم لا؟ ثالثاً هل سيجنوا أرباح، لأن هذه الشركات في الأساس تهدف إلى الربح؟ رابعاً هل ما حققوه من أرباح يستطيعوا جذبه من البلد المضيف وتمكنوا من إرساله إلى فرنسا؟ إن وجدت هذه الأربعة أشياء، وبالفعل الشركات الفرنسية الموجودة هنا تجد أن هذه الشروط متاحة، إذن فإنهم يستمروا أكثر هنا. تحدثتم عن مجالات معالجة المياه والهيدروجين الأخضر، بالتأكيد أن مصر في هذه المرحلة تركز بقوة على المجالات البيئية بشكل عام، وخاصة مع اقتراب تنظيم قمة المناخ رقم 27 COP27. فلنتحدث إذن عن التحضيرات بين فرنسا ومصر فيما يخص COP27، وخاصة بعد الزيارة الأخيرة للسفير الفرنسي المسؤول عن ملف المناخ. بالفعل السيد السفير كوزا أتى إلى هنا للقاء العديد من الشخصيات، سواء في وزارة الخارجية وخاصة السفير محمد نصر والسفير وائل أحمد، وقابل أيضا السيدة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. وكانت الفكرة هنا هو معرفة توجهات مصر وما ترغبه مصر، بحيث نستطيع أن نقدم الدعم المناسب ومعرفة الأبعاد الحكومية. ونحن نفهم أن مصر لديها رؤية شاملة فيما يخص COP27 وتنظيمها، ولكن الفكرة كانت معرفة جميع الأوجه، وخاصة كما نقول تقليل المخاطر والموائمة لمصر والتمويل، وكما نسمي في فرنسا الخسائر والمكاسب، لكي نستطيع أن نتقدم في كل لذلك، ومطابقة مقترحات التمويل مع المشروعات، وهذا شيء هام جدا. وسيتواجد مكان أيضا للشركات الفرنسية الموجودة هنا من خلال غرفة التجارة والصناعة الفرنسية المصرية، والتي تعمل على هذه الفرص، وبالتأكيد ستقترح في خلال 3 أسابيع على الأكثر، وبكل تأكيد أيضا قبل بداية التنظيم لCOP27 العديد من الأشياء، وخاصة لو لاحظنا ما نفعله هنا من أجل العمل على مكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وبالفعل بمقترحات التي تدعمها السلطات المصرية. بالفعل فرنسا لها خبرة كبيرة في ملف المناخ، وخاصة في السنوات الأخيرة. فلنتحدث الآن عن الملفات الإقليمية، فهي بالفعل في قلب التعاون السياسي بين فرنسا ومصر. ما هي أوجه التعاون بين فرنسا ومصر، وما هي الملفات الرئيسية الإقليمية والتي تحظى بالكثير من الاهتمام والتركيز في المباحثات الفرنسية المصرية في الوقت الحالي؟ إذن فلنعلم أن مصر وفرنسا تتشاركان في الكثير من الأشياء، وخاصة الجغرافيا السياسية، فالدولتان تقعان على البحر المتوسط، ولدينا سويا الرغبة في الاستقرار للمنطقة، وهذه نقطة هامة مع وجود تأثيرات قوية تجاه أفريقيا والشرق الأوسط. إذن بالنسبة لنا إحلال السلام والاستقرار شيء أساسي والحفاظ عليهم، وأيضا بالنسبة لمصر، ونلاحظ أن مصر تتواجد في منطقة تعاني من عدم الاستقرار في بعض الأماكن. لو تحدثنا عن ليبيا، عن السودان وفلسطين واليمن، إذن رغبة مصر هي الاستقرار، ومصر تلعب دورا هاما. فمصر بالنسبة لنا هي شريك جوهري، وذلك لأنها تعرف المنطقة جيدا، وهي فاعل رئيسي، وتستطيع أن توضح لنا ما يحدث، والتصرف الجيد أيضا، ونستعين في العديد من المواضيع ونتشارك فيها، ومنها بالطبع موضوع هام ألا وهو ليبيا. ونحن ممتنون لمصر لمجهودها، وخاصة تنظيمها للعديد من الجولات الحوارية للسلطات الدستورية هنا في مصر، ونتمنى أن تجني هذه الجهود ثمارها، وذلك من أجل السلام، والذي لا يكفيه فقط الإرادة الطيبة لمصر ولفرنسا وللأطراف الدولية المشاركة
والأطراف الخارجية وحدها لا تكفي، ولكن أيضا الأطراف الليبية يجب أن تتوافق، ونأمل في تشكيل حكومة موحدة وحل سياسي تابع نابع من الليبيين أنفسهم ولصالح الليبيين. ولهذا أن أتمنى يوما أن يتحقق السلام في ليبيا، فهذه ستكون جيدة جدا لمصر، كما أن ليبيا هي وجهة رئيسية للأيدي العاملة المصرية، وخاصة للعمل في المنشآت البترولية، وهذا سيفتح سوق العمل من جديد، وهذا إحدى الأولويات. السودان أيضا مهمة جدا لمصر، وخاصة مع مياه النيل ومشكلة السد الإثيوبي وموضوع المرور من قناة السويس هام، لأن الاستقرار في اليمن هام، بما أن هذا تهديد محتمل للعبور من قناة السويس. ونعلم لأي حد قناة السويس هامة لمصر، ونحن لدينا علاقة تاريخية بقناة السويس، وكما تعلمون الدور الذي لعبه فرناند ليسيبس، والذي كان له دور هام في تأسيس هذا المشروع. ويوجد أيضا موضوع هام ورئيسي ومحوري يتجاوز حدود الأزمة السورية وعدم الاستقرار في لبنان وحتى الاستقرار في الشرق المتوسط، ألا وهو القضية الإسرائيلية الفلسطينية. وهنا أيضا نعرف ونقر أن مصر بذلت مجهودات غير عادية وعديدة لحل هذه المشكلة، ونحن نعتقد أن حل الدولتين والذي يرضي الإسرائيليين والفلسطينيين وطبقا للمعايير الدولية المعروفة هو الوسيلة الوحيدة لخفض التوتر، وإن لم تحل ستبقى هذه المنطقة بؤرة توتر في هذه المنطقة من الشرق الأوسط، والتي تعتبر قريبة منا وغالية علينا. سيدي السفير أشكرك شكرا جزيلا على استقبالك لنا وعلى وقتكم لهذا الحديث، أشكرك وشكرا لحضوركم ولفريق عملك، شكرا جزيلا. كان هذا لقاؤنا مع السفير الفرنسي لدى القاهرة السيد مارك باغيتي، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.